فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مهندسين تانية ثانوي، أخبركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مستر أحمد سرور وإن شاء الله هشتغل معاكم منهج الرياضة كامل السنة دي بإذن الله إن شاء الله. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. منهجنا السنة دي يا شباب بيتكلم عن ثلاث فروع، فرع جبر، فرع حساب مثلثات، والفرع الجديد اللي عندك تفاضل. إن شاء الله النهاردة أول حصة لينا مع بعض هنبتديها بالتفاضل بإذن الله، وأول درس اسمه مقدمة في النهايات. هل الدرس ده صعب؟ لا والله، درس جميل ما شاء الله عليه. قبل ما نبتدي بقى شرح في الدرس، وانت بتكتب أي سؤال ما وبتحله بيطلع معاك ناتج من ثلاثة. تعال اتعرف على النواتج دي الأول علشان تفهم كل ناتج معناه إيه. بسم الله. ممكن يا باشمهندس الناتج يطلع معاك كمية معينة، يعني ايه؟ يعني لو انا كنت مديلك مثلا سؤال دالة س بتساوي س زائد 5 وقلت لك تعرف تجيب لي يا هندسة دالة 2، قمت انت قايل 2 زائد 5 يعني اشيل السين واحط 2، الناتج طلع ب7. دي اسمها كمية معينة. يعني لو كان في مثال كمان دالة س بتساوي س ناقص 5 على س زائد 5، انا عاوز يا هندسة دالة 5، قمت انت جاي قايل 5 ناقص 5 على 5 زائد 5 طلع 0 على 10، ده دي بتساوي 0 يا استاذ. الصفر كمية معينة، يعني دي قيمة متعينة اهي لها ناتج. طب ايه هي الكمية الغير معينة؟ الكميات الغير معينة دول يا شباب 7 أشكال، بس بتعرفها ازاي في الامتحان او في السؤال؟ لو انا جيت مثلا قلت لك انا معايا دالة س بتساوي س ناقص 2 على 2 س ناقص 4، دالة 2 بكام؟ قمت انت جاي قايل 2 ناقص 2 على 4 ناقص 4، لان هشيل السين واحط 2، 2 في 2 ب 4 ناقص 4 0، يبقى النتيجة يا استاذ طلعت بتساوي 0 على 0، وصفر على صفر دي كمية غير معينة. صفر على صفر كمية غير معينة. فقال لك النواتج اللي تطلع معاك وتبقى عارف ان هي كمية غير معينة، يعني مش هتسيب السؤال وتمشي. الكمية الغير معينة دي المسألة لها حل، ما تسيبوش، دور عليه وهاته. ده معنى كمية غير معينة. قال لك يا هندسة أول حاجة من الكميات الغير معينة ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، تاني حاجة ما لا نهاية على ما لا نهاية، صفر على صفر، ما لا نهاية أس صفر، واحد أس ما لا نهاية، ما لا نهاية في صفر، صفر أس صفر. شوف يا باشمهندس دول كلهم كميات غير معينة. لما يطلع لك في المسألة ناتج من دول تعرف ان السؤال ده ليه حل. تمام يا أستاذ، خلي بالك من السبع كميات دول. طب ايه يا أستاذ الكمية الغير معرفة لما تكون قاسم على صفر؟ يعني لو انا كان معايا دالة س بتساوي س زائد 1 على س ناقص 1، دالة 1 بكام؟ انت جاي قايل 1 زائد 1 على 1 ناقص 1 بتساوي 2 على 0. يبقى دي يا استاذ غير معروفة. يبقى الكمية المعينة يطلع لك رقم، الكمية الغير معينة تلاقي ناتج من دول طلع معاك من النواتج السبعة، أشهرهم ده أشهرهم ده أشهر واحد فيهم صفر على صفر. الكمية الغير معروفة يكون البسط برقم والمقام بصفر. تمام يا هندسة؟ تمام يا أستاذ. طيب إيه بقى يا أستاذ النهاية؟ بنرمز لها، بنرمز للسؤال بكده. شوف شكل السؤال إيه؟
هنا بيكون في عدد وهنا بيكون في الدالة. مش فاهم حاجة يا أستاذ؟ نهى ده رمز النهاية. تمام يا أستاذ. طب ليه حطوها كده؟ هقول لك دلوقتي. ده معنى سين تقترب من ألف. يعني إيه؟ سين اعتبرها بألف، هي بتقرب من ألف. في ناس بتقرأها سين تقول لألف، أي حاجة منهم، سين تقترب من ألف أو سين تقول لألف. شوف أنت محتاج أي حاجة من الاتنين دول. يعني أنت بمزاجك عايز تقرأها سين تقترب من ألف، سين تقول لألف. وهنا بيكون المعادلة يا شباب شكل المسألة. يعني يقول لك مثلا سين تربع ناقص أربعة على سين ناقص اتنين، ويدي لك الرقم اللي هنا اتنين. تمام يا سيد الناس؟ تمام يا أستاذ. طيب معنى بقى الكلام ده ايه بقى عشان ما فهمتش برضه حاجة؟ معناه يا هندسة ان السين بتاعتك اعتبرها باتنين. قلت له ماشي. قال لي عوض. قلت له لما عوضت يا أستاذ اتنين نقص اتنين ناقص اربعة على اتنين ناقص اتنين، يعني اربعة ناقص اربعة على اتنين ناقص اتنين طلعت صفر على صفر يا ابو حميد، ده دي كمية غير معينة. قال لك بس انا عاوز اخر المسألة دي، انا عايز نهايتها، انا عايز لها قيمة في الاخر طالما هي طلعت صفر على صفر. يبقى النهاية لو السؤال له ناتج بتعرف انه له ناتج ازاي، لو طلع صفر على صفر اللي هي الكمية الغير معينة يبقى المسألة دي لها حل، انت ما ساعدش عليه عشان تجيبه، دور عليه وهاته. طب دي بتيجي ازاي يا استاذ؟ قال لك في طريقين اتنين، في طريق يا باشمهندس طريق بياني وفي طريق عددي. الطريق العددي ده هو في مثال، هعمل لك مثال دلوقتي بس انت مش محتاجه في حاجة خالص، لان الطريق العددي هناخده بقى بتوسع من اول الحصة الجاية بطرق سهلة وبسيطة، انما اللي هتشوفه النهاردة ده تحس انه معقد قوي. لا 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 سيبك منه خالص كأنك مش شايفه، بس هو كمثال للتوضيح. تمام؟ تمام. لما كان معانا السؤال نهاية سين تقترب من الاتنين، سين تربيع ناقص اربعة على سين ناقص اتنين، عوضنا يا استاذ وطلعت صفر على صفر كمية غير معينة، ايه ده بقى يا استاذ؟ بنتصرف هنا ازاي؟ قالك طالما كمية غير معينة يبقى هي لها قيمة، هي كانت بتقرب من حاجة بس عندها بالظبط ما جابتهاش. قلت له ماشي مع اني مش فاهم بس همشي معاك، اصبر عليا شوية، اصبر وغز عقلك كده هتفهم كل حاجة. بتيجي يا باشمهندس الرقم اتنين اهو اللي المسألة مش نافع عنده. الراجل قالك خد ارقام بعد الاتنين وخد ارقام قبل الاتنين. انا هاخد رقم واحد بس، هاخد اتنين وواحد من عشرة يا استاذ، وهاخد واحد وتسعة من عشرة. تكون ارقام عشرية بعده وارقام عشرية قبله، مش تكتب دي اتنين يبقى دي تلاتة اربعة خمسة، لا لا، اتنين اتنين واحد من عشرة وواحد وتسعة من عشرة. خد رقم هنا ورقم هنا. في ناس تاخد رقمين تلاتة اربعة مفيش اي مشاكل، وكده كده اصلا كل ده مش هيجيلك في الامتحان الحتة دي، بس عشان تفهم يعني ايه نهاية. لما عوضنا باتنين واحد من عشرة يا باشمهندس طلع الناتج هنا اربعة واحد من عشرة. تمام يا أستاذ. ولما عوضنا بواحد وتسعة من عشرة هنا طلع الناتج بتلاتة وتسعة من عشرة. يبقى الجهة دي بتقرب من كام والجهة دي بتقرب من كام؟ ده معنى النهاية بقى. النهاية الأرقام اللي انت عوضت بها النواتج عمالة تقرب من كام؟ ده داخل يا أستاذ على الأربعة وده داخل على الأربعة، يبقى القيمة بتاعتي بتساوي أربعة. قيمة السؤال ده هو بتساوي أربعة. ده معنى النهاية، إنما ده مش عاوزك تحل بيه في الامتحان خالص خالص ولا كأنك شايفه، ده أنا بقولك بس يعني إيه نهاية. اللي بقى مبني عليه الدرس وهو أساس الدرس أو تقدر تقول هو الدرس الطريق البياني، يعني هم عاملين الدرس ده كله عشان دي. الطريق البياني بقى بيتحسب إزاي؟ بكل بساطة في مثال ظريف وتقدر تفهم منه كل حاجة. ماشي. لو انت مثلا قلت لصاحبك انا هقابلك يا ابني مثلا على الكوبري الفلاني، هقابلك على الكوبري الفلاني مثلا، ده مكان اتفقتوا عليه.
هو جاي من بيته وانت جاي من طريق تاني خالص. انتوا الاتنين اتقابلتم على الكوبري، يبقى كده في حصل اقتراب ما بينكم، انتوا الاتنين بتقربوا من نفس المكان. طب تخيل مثلا انك قلت لزميلك ايه؟ انا هقابلك في النادي النهاردة، تمام؟ هو راح النادي الاهلي وانت رحت نادي الزمالك، هل انتوا كده اتقابلتوا مع بعض؟ لا يا استاذ، ده هو راح في مكان وانا رحت في مكان. اهو ده الدرس. شفت الدرس والرسومات اللي بنت قدامك دلوقتي؟ لو فهمتها هو ده الدرس. يعني ايه مش فاهم يا استاذ؟ بص يا هندسة، لو فرضا ان دي كانت رسمة، ما شوف كده الرسمة دي، تمام، انا عاوز القيمة عند الاتنين. ركز، كتبت لك نهاية سين تقترب من الاتنين دالة سين. الرسمة دي قمت انت جاي عند الاتنين يا باشمهندس وواخد خط، تمام، الخط ده قسم لك الرسمة لطريقين، ده بقى طريق اللي انا بتكلم عليه اللي زميلك هيجي منه، وده الطريق اللي انت هتمشي عليه. حضرتك انت ماشي على الطريق ده كده، هل انت بتقرب من نفس المكان اللي زميلك عمال يقرب ليه؟ ايوه يا استاذ. يبقى حصل هنا مقابلة ولا ما حصلش؟ اتقابلت ولا ما اتقابلتوش؟ اتقابلنا يا استاذ، يبقى هنا في اقتراب. تاني 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 يا استاذ، واحدة 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 معاك. لو انا كان معايا رسمة كده يا هندسة، ماشي يا استاذ بالفرض، تمام، فيش اي مشاكل، وجه سألني قال انا عايز النهاية عند الاتنين، قلت له بص يا ابو حميد، بما ان الراجل اللي هنا اللي جاي على الطريق ده بيقرب من نفس المكان اللي الراجل ده جاي ليه، يبقى حصل هنا مقابلة، يبقى هنا تقابله. طب القيمة بكام؟ قال لك الناتج من قيمة الصادات، يعني الصادات هنا لو بواحد يبقى النتيجة بواحد، يبقى النهاية هنا بواحد. حصل اقتراب من الراجل ده والراجل ده لنفس المكان. طب عندي السالب واحد، قلت له يا أستاذ الراجل ده قرب والراجل ده قرب، حصل اقتراب يا أستاذ. طب تاني عشان مش فاهم يا أستاذ، تاني، لو أنا معايا رسمة زي دي هندسة، تمام يا أبو حميد، وهنا كانت الاتنين كويس، وهنا القيمة دي باتنين، وكانت مفتوحة، مفتوحة أو مقفولة دي ما بتفرقش، سواء كانت مفتوحة أو مقفولة ما بتفرقش. ليه؟ لأن أنا بحسب يا أستاذ الاقتراب، هما بيقربهم ولا لأ، إنما ما بحسبش القيمة نفسها بكام، بحسب هما بيقربوا من الكام بس. فجينا للراجل اللي هنا، هل بيقرب من نفس المكان اللي الراجل ده بيقرب له؟ في واحد ماشي هنا بيقرب من ده، واحد ماشي هنا بيقرب من ده، هل الاتنين بيقتربوا من نفس المكان؟ ايوه، اهو الاقتراب ده هو النهاية، يبقى القيمة بتاعتي بتساوي 2 يا استاذ، تمام. لو حبينا نكتب تفصيلا بقى، بيسموا يا باشمهندس، ركز، بيسموا الطريق اللي زميلك ماشي عليه بالنهاية اليمنى، وبنكتبها نهاية سين تقترب من الاتنين موجب. الراجل اللي جاي من الطريق اللي جهة اليمين ماشي يا أستاذ ووصل عند الاتنين صادات، والراجل اللي جاي من جهة اليسار اتنين سالب، يعني اتنين أس موجب الراجل اللي جاي من يمة اليمين، واتنين سالب الراجل اللي جاي من يمة اليسار. وصل يا أستاذ عند الاتنين، الاتنين وصلوا عند نفس الرقم، شوف نفس الرقم، أيوة نفس الرقم، يبقى هنا في نهاية يا أستاذ وقيمتها بتساوي اتنين. يبقى النهاية يعني ايه يا شباب؟ يعني الاقتراب. حاسس بيك مش فاهم. تاني تاني يا باشمهندس ونركز مع بعض، لو انا مثلا جبت لك رسمة وليكن كده بالفرد، ماشي، وهنا كانت الاتنين ونهاية، مش شرط اتنين يا شباب، يعني حدش يقول انت معلق على الاتنين ليه يا استاذ، مش شرط الاتنين، دي كان قصادها واحد ودي كان قصادها اتنين، يلا هو عاوز عند الكام؟ عند الاتنين،
أيوة. طيب نشوف لك الراجل اللي جاي عند الاتنين من جهة اليمين. الشخص اللي جاي من جهة اليمين، الراجل اللي ماشي هنا على الطريق ده، وصل لكام؟ وصل يا أستاذ للاتنين، نهاية سين تقترب من الاتنين موجب، ده اللي سين ده بتساوي اتنين. طب الراجل اللي جاي من جهة اليسار، عايزين نقول من جهة اليسار بالرياضة، نهاية سين تقترب من الاتنين سالب، كده انت بتقول له جاي من جهة اليسار، ده اللي سين ده قيمته يا أستاذ بواحد، الاتنين ما وصلوش، واحد راح نادي الأهلي والتاني راح نادي الزمالك، كده الاتنين ما وصلوش خالص، الاتنين بعاد عن بعض يا أستاذ، ده راح مكان وده راح مكان، شوف ده راح مكان وده راح مكان تاني، يبقى هنا مفيش نهاية، وبقوم كاتب له جنبها ليس لها نهاية. يلا يا باشمهندس، في الأشكال دي أنا عايز النهاية لما تقترب من الواحد. الواحد ده اللي هو قيمة سين، بتقوم رايح على واحد في السينات، تمام؟ أهو يا أستاذ. في طريق يمين وفي طريق يسار، هو لازم يا أستاذ يكون في طريق يمين وطريق يسار؟ لازم يكون في طريق يمين وطريق يسار، ما ينفعش ما يكونش في يمين أو يسار، ما ينفعش. كده مفيش حاجة اسمها اقتراب. الاقتراب حاجتين بيقربوا من نفس المكان. فقلت له يا أستاذ الراجل اللي جاي من هنا بيقرب زي الراجل اللي جاي من هنا، يبقى القيمة باتنين، يبقى هنا نهاية سين تقترب من الواحد موجب من يمة اليمين، ده طلع باتنين، ونهاية سين تقترب من الواحد سالب من جهة اليسار طلع بنفس القيمة اتنين، خلاص يبقى كده في اقتراب يا أستاذ وقيمته باتنين. يبقى هنا الاقتراب اللي هو النهاية قيمته بتساوي اتنين. خلي بالك يا باشمهندس، ممكن بدل ما يكتب لك نهاية سين تقترب من الواحد موجب يكتبها لك دالة واحد موجب، اللي هو بيقرب من الاتنين، دالة واحد سالب بيقرب من الاتنين، يعني نهاية سين تقترب من الواحد موجب هي دالة واحد موجب. ماشي يا أستاذ. طيب في السؤال اللي بعده، هو نفس المسألة بس احنا عاملينها مفتوحة، ايه الفرق ما بينهم يا أستاذ؟ مفيش اي فرق ما بينهم، ليه؟ ده اقتراب. ايوه، الراجل اللي هنا بيقرب من الكام؟ الراجل ده من جهة اليمين يا أستاذ، من يمة اليمين. ايوه، يبقى الناتج بتاعه باتنين، بيقرب من الاتنين. طب والراجل اللي جاي من جهة اليسار برضو يا أستاذ بيقرب من الاتنين، كده في نهاية؟ ايوه في نهاية، قيمتها بكام؟ قيمتها باتنين. يبقى النهاية سين تقترب من الواحد دالة سين، ده قيمته بتساوي اتنين. يا رب المواضيع كلها تكون واضحة معك. طيب يا أستاذ، دالة واحد موجب بإيه؟ قلت له يعني النهاية يعني الاقتراب ده باتنين. طب دالة واحد سالب، قلت له ده باتنين. قام سألني سؤال بقى غبي شوية، قال لي طب دالة واحد عند الواحد نفسه. قلت له الدالة يا أستاذ يعني أنت عاوز القيمة، ومفيش هنا قيمة، ده مفتوحة، القيمة مفتوحة. أيوة ده غير معروف يا أستاذ، ده مش عارفه ليه، علشان مفتوحة. ركز، دالة يعني هو عاوز عند الواحد بالظبط. قلت له مش معروفة، عارف لو كان سألني هنا بما إنها مقفولة كنت قلت له باتنين. طب سؤال تاني، لو جيت سألتك قلت لك عندي يا باشمهندس السالب واحد، نهاية سين تقترب من السالب واحد، قمت انت قايل لي ايه يا استاذ؟ ايوه ليس لها نهاية. ليه؟ ها حد يعرف؟ في يا استاذ جهة يمين بس ما فيش جهة يسار، شفت عند الواحد في مين بس ما فيش يسار، فبالتالي هو رايح يقابل مين؟ يقابل نفسه، يعني الشخص اللي جاي ماشي من هنا رايح يقابل نفسه ولا ايه؟ الاقتراب يعني حاجتين بيقربوا من بعض. تمام يا أستاذ، خش على اللي بعده. ده هنا كان ثلاثة، قلت له يا أستاذ أو هنا واحد، نهاية سين تقترب من الواحد، ماشي واحد يا أستاذ بواحد من جهة اليسار، هنا يا باشمهندسين واحد، عاوزين نهاية سين تقترب من الواحد موجب،
من الواحد موجب يا أستاذ طلع باتنين. طب من الواحد سالب، من الواحد سالب يا أستاذ طلع بواحد. طب هما زي بعض؟ لا، يبقى ليس لها نهاية. طيب فرضا يا باشمهندس ان انا عملت لك مقفولة هنا عند الاربعة وقلت لك هو دالة واحد موجب بكام، دالة واحد سالب بكام، دالة واحد بكام. من جهة اليمين يا أستاذ من يمة اليمين بيقرب باتنين، من يمة اليسار بيقرب من الواحد. عند الواحد نفسه دور على المغلقة، المغلقة باربعة، يعني هو عاوز القيمة عند الواحد نفسه. نهاية سين تقترب من الصفر هنا ايه؟ ركز قوي يا أستاذ، في يمين وفي يسار، هنا الرقم كام؟ الرقم كان اتنين. نهاية سين تقترب من الصفر موجب دي قيمتها باتنين، ونهاية سين تقترب من الصفر سالب دي قيمتها باتنين. يبقى إذن لها نهاية والنهاية دي قيمتها باتنين. طب السؤال ده، يلا في شخص ماشي هنا عايز يروح للصفر، فتنى ماشي على الطريق، ماشي كده لحد فين؟ لحد ما لا نهاية يا أستاذ، هنا كده ما لا نهاية. طب الشخص اللي جاي من جهة اليسار تن ماشي وصل لفين؟ لما لا نهاية. الاتنين وصلوا لنفس الرقم؟ أيوة وصلوا للما لا نهاية، يبقى هنا في نهاية. نهاية سين تقترب من الصفر موجب دالة سين دي قيمتها بما لا نهاية، ونهاية سين تقترب من الصفر سالب دالة سين دي قيمتها بموجب ما لا نهاية برضو. يبقى إذن في نهاية وقيمتها بتساوي ما لا نهاية. طب السؤال اللي بعده، الرجل اللي جاي من هنا يا أستاذ انت عاوز يقترب من الصفر، ده ماشي لما لا نهاية، والرجل اللي جاي من جهة اليسار عايز يقرب من الصفر ماشي لسالب ما لا نهاية. أيوة كده يا أستاذ، نهاية سين تقترب من الصفر موجب بتساوي ما لا نهاية، إنما نهاية سين تقترب من الصفر سالب دي بتساوي سالب ما لا نهاية. يبقى إذن ليس لها نهاية. ليه؟ عشان دالة الموجب لا تساوي دالة السالب. في الأشكال دي يا باشمهندس أنا عاوز نهاية سين لما تقترب من الاتنين. قلت له تقترب من الاتنين، فين الاتنين؟ أهي طلع يا أستاذ بأربعة. أيوة يمين ويسار، يمين ويسار. الشخص اللي جاي من هنا وصل للأربعة، والشخص اللي جاي من هنا اللي رايح يقابله الاتنين يتقابلهم في نفس المكان. الرسمة وصلت لبعضها، مش شرط تكون مقفولة، ممكن تكون مفتوحة عادي. يبقى هنا يا أستاذ نهاية سين تقترب من الاتنين موجب دي قيمتها بأربعة، ونهاية سين تقترب من الاتنين سالب دي قيمتها بتساوي برضه أربعة. إذن النهاية بتساوي أربعة. طب السؤال اللي بعده، عند الاتنين دي قلت له يا أستاذ النهاية هنا دي يا أستاذ قيمتها بتساوي صفر. ليه؟ لأن بجيب قيمة الصاد، ومن جهة اليسار قيمتها برضو بصفر، يبقى دي لها نهاية وقيمتها بصفر. طب السؤال اللي بعده، قلت له يا أستاذ من جهة اليمين دي قيمتها طالعة بتساوي سالب واحد، ومن جهة اليسار دي قيمتها طالعة باتنين، إذن ليس لها نهاية. يا رب يا باشمهندس المواضيع تكون واضحة معاك. بس خلاص كده أنا خلصت شرح الدرس، تيجي نحل بقى تمارين المعاصر؟ يا الله بينا. بسم الله. كل الكميات الآتية غير معينة ما عدا، قلت له يا أستاذ ما عدا ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، كل ده غير معينة، الكميات اللي كتبناها في الأول. نهاية سين تقترب من الاتنين، رحت عند الاتنين في يمين وفي يسار، أيوة واصلين لنفس القيمة، أيوة اللي هي كام؟ واحد، يبقى خلاص القيمة بتساوي واحد. في الشكل المقابل نهاية سين تقترب من الاتنين، قلت له يا أستاذ فين الاتنين؟ أهي من جهة اليمين طلع بسالب واحد، من جهة اليمين الشخص اللي جاي من هنا طلع بسالب واحد، من جهة اليسار
طلع يا أستاذ باتنين، يبقى إذن ليس لها نهاية. المسألة دي ملهاش نهاية. تمام يا أستاذ. السؤال الرابع هسيبه لك. السؤال الخامس، نهاية سين تقترب من السالب اتنين. فين السالب اتنين؟ اهي يا أستاذ، ماشي. من جهة اليمين طلع عند الصفر لأن بجيب قيمة الصاد، من جهة اليسار وصل برضو عند نفس المكان، يبقى في نهاية وقيمتها بتساوي صفر. نكمل في شكل المرسوم. في سبع مطالب عليها همت، يا ريت نركز فيهم بقى. أول مطلوب نهاية سين تقترب من الواحد موجب، قلت له أدى الواحد موجب، يعني اللي جاي من اليمين. اللي جاي من اليمين يا أستاذ وصل عند الصفر، يبقى الإجابة بتاعتي صفر. طب بالنسبة للي جاي من اليسار، قلت له اللي جاي من اليسار جاء عند السالب اتنين، يبقى الإجابة بتاعتي سالب اتنين. طب كده في نهاية؟ قلت له يا أستاذ عند الواحد مفيش. ليه؟ لأن اليمين مش نفسه اليسار، ده قيمة وده قيمة، يبقى غير موجودة. بيقول لك بقى عند السالب واحد، نقل راح عند السالب واحد. قلت له السالب واحد فيه رسمة من جهة اليمين بكام؟ قيمتها بسالب واحد. في نهاية عند السالب واحد؟ قلت له لا. قال لي طب لا ليه؟ قلت له لا ليه؟ علشان مفيش رسمة من يمة الشمال، من جهة اليسار مفيش، فيش الا رسمة من هنا. ما ينفعش واحد يروح يقابل نفسه، انت عامل لي مسألة عشان واحد يروح يقابل نفسه، يبقى كده مش موجودة. طب عند الاتنين، قلت له عند الاتنين المسألة دي موجودة، في يمين وفي يسار، قيمتها بكام؟ بواحد. طب عند الصفر، في يا أستاذ رسمة، شوف الرسمة موجودة عند الصفر، عند الصفر الرسمة موجودة، في رسمة يمين وفي رسمة شمال، في يا أستاذ وقيمتها بتساوي صفر. يا رب تكون الأمور واضحة معاك لحد دلوقتي. طب السؤال ده يا هندسة، قلت له قول، خلي بالك عشان أنا عامل عليه مطالب كتير. سين تقترب من السالب واحد موجب، قلت له فين السالب واحد؟ أهو موجب اللي جاي من جهة اليمين ده قيمته بأربعة. طب اللي جاي من جهة اليسار؟ قلت له يا أستاذ إيه ده؟ هو في عند السالب واحد جهة يسار؟ مفيش يا أستاذ، مفيش غير موجودة من جهة اليسار. يبقى النهاية عند السالب واحد بكام؟ غير موجودة يا أستاذ، مش موجودة، مفيش إلا يمين بس. دالة اتنين بكام؟ قلت له الدالة من غير موجب ولا سالب أوصل للي مقفولة. دالة اتنين أهي مقفولة عند الأربعة، يبقى قيمة بأربعة. دالة خمسة، قلت له فين الخمسة؟ أهي أوصل للمقفولة، مفيش يا أستاذ حاجة مقفولة على خطها، قال لك يبقى غير معرفة. إيه ده يا أستاذ؟ ما كنا كتبنا غير موجودة، غير موجودة دي للنهاية، غير معرفة دي لما تكون قيمة. نهاية سين تقترب من الخمسة سالب، أدي الخمسة ناخد عندها خط بقى، سالب من جهة اليسار طلع باتنين. طيب من جهة اليمين الموجب، من جهة الموجب برضو طلع باتنين، واحد ماشي كده هو وصل عند الاتنين يا أستاذ، ماشي يبقى جت يا أستاذ عند الاتنين. طب كده في نهاية؟ أيوة، الموجب زي السالب، خمسة موجب زي الخمسة سالب، في نهاية وباتنين. طب السبعة سالب، قلت له يا أستاذ نروح للسبعة، أدي السبعة سالب من جهة السالب، قلت له طلع بأربعة. طب في نهاية عند السبعة؟ قلت له لا. ليه؟ عشان مفيش يمين، مفيش رسمة من جهة اليمين. سؤال تطبيقي على الكلام ده، مش عايزك تتخض منه، افهمه، سؤال سهل جدا جدا جدا. بيقول لك يا هندسة لو سيتا دي اقتربت لبايعة اتنين، ألف به ده هيكون بكام؟ قلت له ايه الهيافة دي يا أستاذ؟ تقترب لبايعة اتنين يعني بقت بايعة اتنين، يعني بقت 90 يعني، وده كان الألف وهنا الجيم وهنا الباء. انت عاوز ألف به؟ طب ما ده طلب ستة وده طلب تمانية. تقترب يا شباب من التسعين، يعني الزاوية دي قعدت تتفتح لحد ما بقت 90 درجة. ماشي يا أبو حميد،
ما خلاص خلصان هنجيبه من فيثاغورس. بالظبط، برافو عليك. يبقى بتساوي 64، ده تربيع زائد ده تربيع. يبقى ألف ب بتساوي جذر 100 يبقى بيساوي 10. النهايات سهلة وجميلة قوي. حصل معاك لخبطة؟ افهم يعني ايه مين، يعني ايه يسار، هتلاقي الدنيا فري جدا معاك. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.